معنا هنا السيدة ليلى، وهي ممن أول من أول من وجهوا الدعوة للناس ليأتوا إلى هنا ويشاركوا من خلال صفحتها. وليلى ضيفة سابقة كانت لدينا ولها قصة ومشوار طويل، ليلى الجميع يعرفها هنا في فرنسا، من أبناء الجالية المغربية والعربية. ليلى أشكرك على يعني حضورك اليوم. قولي لنا، متى بدأت الاتصال مع الجمعية وما الذي رتبتيه مع الجمعية؟ أولا تعازي للشعب المغربي كاملا، قلوبنا معهم، وهذا هو دورنا احنا يا الجالية اللي كاينه هنا بعاد على بلادنا. بدينا تقريبا الحملة في ثاني يوم، لأننا ما كناش كنتخيلوا هذا الحجم ديال الضرر اللي شفناه من بعد. حاولت أنني من خلال لي ستوري، من خلال انستغرام، أنني ننسق مع جمعيات وندير نداء اللي الحمد لله كيف ما كتشوفوا ناس متابعين اللي لباوا النداء. هذا نداء وطن، هذا مساعده لخوتنا اللي دابا احنا ما عارفينش الحال ديالهم. بزاف الناس بقاو في البرد، كنحاولوا اننا نجمعوا الخيام، كنحاولوا اننا ناخذوا لي ساك كوشاج، كناخذوا الحوايج، كناخذوا مساعدات غذائيه، اي حاجه تقدر تعاون بلادنا. لقينا متطوعين اللي كيطوعوا بوقتهم، يطوعوا بالملابس ديالهم، كيطوعوا حتى بلي ترونسبور ديالهم. لقينا لي اللي غادي يوصلوا لنا هذه الامانه حتى الناس اللي محتاجه. شكرا بزاف لهاد الناس اللي كاملين، شكرا لكم على هذه التغطيه. هذا اقل واجب اللي نقدروا نديروه لبلادنا، لاننا بعاد وكنشوفوا الماساه وكنشوفوا حجم الكارثه اللي واقعه. يا ربي تخفف عليهم، ويا ربي تشافي المصابين، ويا ربي تكون مع الاهالي الضحايا. طيب اذا سالك يعني من خلال العدد الكبير من المتابعين لديك على السوشيال ميديا، هل وجه لك البعض من المغرب طلبات بعينها أو طلب مساعدات بعينها؟ إذا تذكر لنا بعضها. نعم، كانت وصلوا بزاف ديال الحالات النداء، والناس كيطلبوا الإغاثة أنهم محبوسين، ما عندهمش طريق. أكثر حاجة أثرت فيها هو أنه هذا الدوار فيه جوج ديال الحوامل اللي عندهم المخاض وعندهم الوجع، ومازال ما وصلهم والو. للاسف الطريق ما كايناش. هادشي كدرنا في خاطرنا، كدرنا في قلوبنا، خصوصا انا فاعله جمعويه ومشيت لهاد الدواور وشفت الناس وشفت الطيبوبه ديالهم وشفت المعاناه الحقيقيه اللي كانوا كيعانيوها قبل من الزلزال. يعني الرسائل ديالهم اثرت فينا بزاف. حاولنا اننا ننسقوا مع الجمعيات المحليه اللي كاينه في المغرب، كنوصلوا الارقام ديال الهواتف باش قدروا يتواصلوا معاهم، ويا ربي يا ربي نقدروا نعاونوا ولو غير شويه هاد الناس. بالتاكيد. طيب رايتك ايضا تشاركي بنفسك ايضا رغم يعني مجهود الذي تبذل لي، تشاركي مع الناس هنا. إذا تحكي لنا يعني ما يفعلوه الآن تحديدا، تشرحي لنا ما يفعلوه. وأرى أيضا أن الكثير من الناس يأتون بسياراتهم الخاصة، كاميونات كما يقال في فرنسا، يأخذون هذه المساعدات كلها. احكي لنا أكثر. النداء اللي درناه وقلنا لهم جيبوا لنا الحوايج، جيبوا لنا اي حاجه. الحمد لله كيف كتشوفوا الناس جاوا. العمليه اللي كنقوموا بها هي عمليه الفرز، كنحاولوا اننا نعزلوا ملابس ديال النساء، ملابس الرجال، ملابس الاطفال، باش هكا تكون طريقه سهله للجمعيات اللي كاينين في المغرب. كاين الدواء، كاينين مجموعه من المساعدات اللي كنحاولوا اننا نديروا لها هذا الفرز باش تكون طريقه سهله. واكيد انني غادي نعاون، واكيد انني ندير ايدي، لان قلوبنا مع بلادنا، وهذه ابسط طيب. حاجه. السؤال الاخير بالنسبه لك ليلى بخصوص المشاركات، يعني رايت عدد من الجنسيات العربيه، رايت ايضا فرنسيين من اصول فرنسيه. احكي لنا عن هذه الروح التي تدفع الناس للمساعده بشكل تلقائي. هذه روح التضامن، روح الانسانيه اللي ما كتقتصرش على الجنس او على الديانه او على الجنسيه. كل شيء كنحسوا بايد وحده، كنحسوا ان الناس كلهم خداو من عند الجيران ديالهم اللي كيف قلتي فرنسيين، جنسيات اخرى، وكل شيء باغي يعاون. الحمد لله على هذا التآزر، الحمد لله على هذا الشيء اللي كنشوفوا دابا. صراحه كنت نفسيا مأزمه، ولكن منين شفت هذا الشيء عرفت اننا الحمد لله شعب زوين وشعب اللي غادي يعاون، وحنا كنا مع بعضياتنا. شكرا لك ليلى، ونتمنى ان تكلل هذه الجهود بوصول مساعدات الى مستحقيها. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم على التغطيه، واي واحد بغى يعاون ما يبخلش. اي حاجه عرفتوا شي واحد محتاج لها عاونوه.